وللمزيد ينضم إلينا الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، بعد التحية، هناك كم كبير جدا من المشروعات القومية العملاقة بشكل خاص في قطاع الإسكان، برأيك كيف استطاعت أن تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام وفي تخطي مختلف التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بشكل خاص؟ حياتي لحضرتك والساده المشاهدين، هو مؤكد المنطلق اللي بتتحرك فيه الدوله الحكومه المصريه هو التعامل مع مشاكل المواطنين، وخاصه انه الدوله الحقيقه ادركت في تعاملها مع ملف العشوائيات انه تكلفه الاصلاح دايما بتكون كبيره للغايه، ومن هذا الادراك الحقيقه الدوله تتحرك في ايجاد حلول للمواطن، لانه على مدار سنوات طويله حينما لم تتحرك الدوله في ايجاد حل للمواطن كان المواطن ذاته هو اللي بيتحرك في ايجاد هذا الحل، وكان عادة بيكون نتاج هذه الحلول هو العشوائيات، وبالتالي الحقيقة الدولة بتقوم بمجهود كبير للغاية في إطار توفير العديد من المنازل بفئات مختلفة علشان تلبي كافة طلبات المواطن القادر وغير القادر، لأنه الحقيقة هذا القدر من البناء الحقيقة بيتواكب مع أيضا قدر من المبادرات في مجال التمويل العقاري، الحقيقة احنا بنشوف المبادرة هي الأضخم 100 مليار جنيه بأجال استحقاق طويلة للغاية لم نعتاد عليها داخل السوق المصرفي 30 عام وبفايدة 3% فايدة مش موجودة حتى في القطاع المصرفي على مدار سنوات طويلة، وبالتالي الحقيقة الدولة بتوجد الحل للمواطن، توجد المساكن وتوجد التمويل علشان تلبي احتياجات المواطن، والحقيقة المنطلق اللي بتتحرك فيه الدولة هو مش بس التعامل مع ملف العشوائيات لكن كمان التعامل مع الكثافات السكانية اللي موجودة في كل محافظاتنا، وبالتالي الحقيقة الدولة بتقيم مدن جديدة بجانب كل مدينة تقليدية علشان الكثافات السكانية العنيفة اللي موجودة في كافة محافظات مصر يتم خلخلتها، لأنه استمرار هذه الكثافات وزيادتها في ظل معدل النمو السكاني للأسف ما زال مرتفع، ده من شأن أنه يهلهل البنية الأساسية الموجودة في كل مدن مصر، وبالتالي الحقيقة الدولة بتسعى جاهزة أن تزيد من المساحة العمرانية اللي بيقطنها المواطن المصري من 6-7% حاليا إلى 12%، وده الحقيقة مستهدف الدولة في الأجل المتوسط والطويل، وأتصور أنه هو المنطلق الأساسي اللي بتتحرك في إطار والدولة هو كيفية تغيير حياة المواطن. نحن نتحدث عن جمهورية جديدة بفكر جديد بتنظيم جديد بتخطيط جيد، وأيضا نحتاج من جانب المواطن أن يكون على ذات الطموح على ذات القدر على ذات المستوى مما يتحقق في الوقت الحالي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.